كائنات جميلة، شايف الأزهار والخضرة. مش الدين ايه يا مدام عفاف؟ السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس خير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. وحشتوني، وانا دايما فاكركم بالدعوات وبحبكم في الله، وانتوا دفعه زي العسل، بجد دفعه زي العسل. فدعواتكم ان ربنا ييسر لنا دايما، وقولوا لزمايلكم على الفيديوهات. ما تنسوش دايما تعملوا لايك على الفيديو، لان دوت بيخلي الفيديو ريكومندد، او اليوتيوب بيفهم ان الفيديو دوت مهم فبيوصل للناس اكتر. الموضوع مجاني، ما حدش هياخد منه فلوس، يعني احنا موقفين الاعلانات على القناه، فلعل حد يستفيد من الكلام دوت. فادعي لي ويدعي لك لانك وصلت له فيديو. خلينا نبدا النهارده وان شاء الله نكمل الجزء الرابع. خلصنا المقدمه، احنا خلصنا كده، ده الفيديو الخامس. قلنا المقدمه بتاعه المنهج، بعد كده الكربوهيدرات، اللايبيدات، البروتينات، الاحماض النوويه. ولو انت نسيت الفريم اللي احنا كنا ماشيين عليه، تعال افكرك. احنا يا جماعه كنا بنتكلم عن حاجه اسمها الجزيئات البيولوجيه. بيولوجي يعني احياء، فهي الجزيئات الحيويه عادي، يعني مالها بقى الكبيره، الجزيئات الحيويه الكبيره اللي احنا كنا بنسميها بوليمرز. بولي قلنا ان هي معناها متعدد، ومير معناها قطعه، فهي لما اقول لك بوليمر، بوليمر يعني متعدد القطع، يعني كذا حاجه كده ماسكه في بعضها، حاجات كتير ماسكه في بعضها، اللي بتتكون من جزيئات بيولوجيه صغيره او حاجات اصغر منها اللي اسمها مونوميرات، اللي هي مونو يعني احادي، مير يعني قطعه، فمونومير او مونومر يعنيها قطعه واحده. فلو انت خدت مونيمر 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 هتعمل البوليمر، تمام؟ حلو قوي. كان عندنا اربع امثله في الحته ديت. رقم واحد كانت الكربوهيدرات اللي بتتكون من سكريات احاديه، وده كان الفيديو الاول، اتمنى ان انت تروح تشوفه لان ده كان اهم فيديو فيهم، اطول فيديو ولكن قلنا فيه معلومات مهمه جدا جدا جدا. جماعه لو حد بيسمع الفيديو ده وما سمعش فيديو الكربوهيدرات يرجع يسمعه. اما لو انت سمعته وما عملتش لايك، روح اعمل لايك. اما لو انت سمعته وما بعتوش لزمايلك، روح ابعته لزمايلك. سمعته وعملت الكلام ده كله، خلاص كمل عادي، تمام. الكربوهيدرات سكريات، تكون من سكريات احاديه زي الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز والريبوز والديوكسيريبوز والحاجات دي كلها. رقم 2 كانت اللايبيدات، واللايبيدات كانت بتتكون من احماض دهنيه زائد كحولات، واهم كحول كان الجليسرول، وطبعا رسمناها وفسرناها. طيب رقم 3 البروتينات، والبروتينات كانت اخر فيديو نزلناه، وكان عباره عن احماض امينيه بتتصل مع بعضها بروابط ببتيديه. النهارده مسك الختام ان شاء الله، وهي الاحماض النوويه. الاحماض النوويه اللي هم الدي ان ايه والار ان ايه بيتكونوا من حاجه اسمها نيوكليوتيدات. نيوكليوتيده جمعها نيوكليوتيدات. طيب بالمناسبه الدي ان ايه والار ان ايه احنا هنعرف دلوقتي عنهم كلام في درس فيديو ان شاء الله ما يوصلش لنص ساعه، ولكن في سنه ثالثه ان شاء الله هيبقى في 5 دروس كاملين عن الدي ان ايه والار ان ايه. ختام الاحياء في الثانويه العامه هو الدي ان ايه والار ان ايه اللي هتعرف عنه معلومات كتير قوي. فخلينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كل حاجه من الاربعه دول، كربوهيدرات، لايبيدات، بروتينات، احماض نوويه، كنا بنتكلم عن شويه عناوين. اول عنوان اللي هو خلصان من اول فيديو اصلا التعريف. ليه خلصان؟ لانه كان عباره عن اسطمبه ثابته فيهم كلهم ما عدا اخر كلمه اللي بتتغير. كنا بنقول ان هي عباره عن جزيئات بيولوجيه كبيره الحجم. ايه؟ جزيئات بيولوجيه كبيره الحجم، بوليمرات تتكون من وحدات اصغر منها تسمى مونوميرات، او جزيئات اصغر منها مونوميرات تسمى نقط بقى، يعني تاني ده انا بعرف الكربوهيدرات. هقول ان هي عباره عن جزيئات بيولوجيه كبيره الحجم بوليمرات تتكون من وحدات اصغر منها مونوميرات تسمى السكريات الاحاديه. طب لو اعرف اللايبيدات هقول نفس الكلام، بوليمرات تتكون من مونوميرات تسمى الاحماض الدهنيه والكحولات، بوليمرات تتكون من مونوميرات تسمى الاحماض الامينيه، بوليمرات تسمى تتكون من مونوميرات تسمى النيوكليوتيدات. فاذا نقول بقى تعريف الاحماض النوويه ونختم بيه عشان اخر مره نقول التعريف ده. الأحماض النووية هي جزيئات بيولوجية كبيرة الحجم بوليمرات تتكون من وحدات أصغر منها مونوميرات تسمى نيوكليوتيدات. يبقى دي الكلمة المميزة، نيوكليوتيدات، تمام، التعريف خلص. رقم 2 كان التركيب،
ورقم 3 كان التصنيف. تعال بقى نتكلم عن تركيب النيوكليوتيد. يعني المره اللي فاتت كنا قلنا في التركيب دوت عرفنا التركيب بتاع الحمض الاميني، ذره الكربون ومجموعه الكربوكسيل ومجموعه الامين وذره الهيدروجين ومجموعه الالكايل، التركيب بتاع الحمض الاميني. فاحنا دلوقتي هنعرف برضو التركيب بتاع المونيمر اللي هو النيوكليوتيد. يعني لو جيت قلت لك هي الحيطه دي بتتكون من ايه، مش ممكن تجيب لي طوبه وتقول لي بتتكون من ايه، ولا لو عرفت تركيب الطوبه يبقى كاني عرفت تركيب الحيطه، لان الحيطه بتتكون من طوبه. فلو انا بكلمك عن تركيب الدي ان ايه ما تقول لي تركيب نيوكليوتيد وحط النيوكليوتيدات جنب بعضها تبقى كونت الدي ان ايه. فهمتني؟ تمام. يبقى انا دلوقتي هعرف تركيب النيوكليوتيد. بص يا عم، النيوكليوتيد عباره عن 3 اجزاء. الجزء الاول اللي في النص دوت عباره عن سكر خماسي، شبهك كده انت عامل سكر اصلا، سكر خماسي. يعني ايه سكر خماسي؟ يعني سكر خماسي الكربون، 5 كربون. انت تقصد على فكره، انا فاكر الكلام دوت من الكربوهيدرات. اقول لك اه، تقول لي ايه؟ تقول لي 5 كربون دوت كان ممكن يبقى ريبوز. وحضرتك ساعتها كنت كاتب لي ان الريبوز بيدخل في تكوين الار ان ايه، وان الريبوز دوت كانت صيغته C5H10O5، صح؟ وكان في واحد تاني اسمه دي اوكسي ريبوز، وقلنا ان دي معناها ديكريز يعني نقص، واوكسي يعني اكسجين، يعني هو الريبوز اللي نقصنا منه اكسجينه، فالصيغه بتاعته زي دي بالظبط، بس الخمسه بتبقى 4. فبيبقى بيدخل تكوين الدي دي دي ان ايه، وعباره عن سي 5 اتش 10 او 4، هو دوت السكر. تعال نرسم السكر دوت، بيبقى عامل كده ذره اكسجين، وديت الكربونه الاولى، الكربونه الثانيه، ادي الكربونه الثالثه، اما هنا فالكربونه الرابعه، وتقفل. هتقول لي الا طب الخمسه فين؟ الخمسه طالعه كده سي 5. يبقى ده السكر، ساعات بنرمز له بالرمز اس اللي هو شوجر يعني. ماشي، انا يهمني مين قوي بقى؟ يهمني الكربونه رقم 1 سي 1 وسي 5. اشمعنى بقى سي 1 وسي 5؟ مش انا لسه قايل لك ان الجزيء دوت بيتكون من 3 حاجات، السكر هو اللي في النص، يبقى ناقص حاجتين. الحاجه اللي هنا بترتبط بالكربونه رقم 1 بترتبط بحاجه اسمها قاعده نيتروجينيه، قاعده اكتبها هنا، قاعده نيتروجينيه، واقول لك امثله عليها دلوقتي ونعرفها بالتفصيل. والكربونه رقم 5 بتمسك في مجموعه فوسفات نرمز لها بالرمز بي، هي مش فسفور، هي مش عنصر، هي بي او، هي بي او اتش باي 4، يعني هي حاجه معقده، هي عباره عن بي وطالع منها 4 رابط كده، او اتش او اتش او اتش او اتش، وماسكه في ايه؟ في الرابطه الخامسه عن طريق السي 5. ما علينا، المهم يعني احنا بنرمز لها بالرمز دوت بنسميها مجموعه فوسفات. حلو حلو حلو، بالراحه كده. انت تقصد ان النيوكليوتيد ده 3 اجزاء، الجزء اللي في النص دوت هو عباره عن السكر الخماسي، والجزء اللي على اليمين دوت هو القاعده النيتروجينيه التي تتصل بذره الكربون رقم 1، وان الجزء اللي على الشمال هو مجموعه الفوسفات التي تتصل بذره الكربون رقم 5. بص كده، تخيل ان انا السكر، ايوه شويه نرجسيه مش مهم، السكر كده افتكر الشكل دوت على طول، بيبقى عامل دراعاته كده، في دراع الناحيه دي اللي هو الكربونه رقم 1 ماسكه في مجموعه او القاعده النيتروجينيه، والكربونه رقم 5 ماسكه في مجموعه الفوسفات. يبقى اذا السكر عنده 5 كربونات، الكربونه الاولى هي الاهم، هي والخمسه، الكربونه الاولى بقاعده نيتروجينيه والخمسه في مجموعه فوسفات. ابشر، مجموعه الفوسفات ثابته في الدي ان ايه والار ان ايه، ما بتتغيرش. انما السكر بيتغير. لو كان السكر دوت عباره عن، او كان الجزيء دوت عباره عن ار ان ايه، يبقى السكر اسمه ريبوز وبيبقى سي 5 اتش 10 او 5. انما لو كان دي ان ايه هيبقى دي اوكسي ريبوز سي 5 اتش 10 او 4، نقصنا اكسجينه، دي اوكسي معناها ديكريز اكسجين. حلو. طيب بالنسبه لمجموعه الفوسفات قلت لك ثابته ما تتغيرش، محترمه جدا، اكتب جنبها كده محترمه. ليه؟ لانها ثابته مش هتتعبني، انما دي تعبتني شويه. دي بقى اللي هتتعبني قوي، القاعده النيتروجينيه منها 5 انواع، في حاجه اسمها A وفي حاجه اسمها G وفي حاجه اسمها C وفي حاجه اسمها T وفي حاجه اسمها U. الA ديت حاجه اسمها ادينين، تاني، الA ديت اسمها ادينين.
الجي حاجه اسمها جوانين او جوانين، جوانين. السي حاجه اسمها سيتوزين. التي حاجه اسمها ثايمين، ثايمين. واليو، واسمعني واسمح لي احط خط كده واكتب هنا يوراسيل. عادي بتحفظه اصلا، مش مسائل، حاجات تتحفظ. الايه ادينين، جوانين، سيتوزين، ثايمين، يوراسيل. انطق معايا، ادينين، ادينين، جوانين، سيتوزين، ثايمين، يوراسيل. طيب مين فيهم اللي موجود في الدي ان ايه ومين اللي موجود في الار ان ايه؟ بص كده، كل الدي ان ايه فيه 4 والار ان ايه فيه 4، يبقى المفروض 8. لا لا، بص كده، الثلاثه ده همت مشتركين موجودين في الدي ان ايه والار ان ايه، انما ديت موجوده في الدي ان ايه بس ودي موجوده في الار ان ايه بس. يبقى انا هكتب جنب ديت دي ان ايه وار ان ايه، جنب الثايمين دي ان ايه بس، وجنب اليوراسيل ار ان ايه بس. تعال نعمل تجميعة كده ونكون جزيء دي ان ايه. لو انت عايز جزيء دي ان ايه فانت محتاج ثلاث حاجات، سكر، بس المرة دي هيبقى دي اوكسي ريبوز، صح؟ اللي هو الصيغة بتاعته C5H10O4. ولو انت عايز دي ان ايه هتاخد مجموعة فوسفات عادي محترمة ثابتة مش هتتغير. ولو انت عايز دي ان ايه هتاخد ال AGCT، ما تاخدش اليو، تمام؟ انما لو انت عايز تكون ار ان ايه هتاخد سكر بس هيبقى C5H10O5 اللي هو الريبوز، بالاضافه لمجموعه الفوسفات ثابته ما بتتغيرش، بالاضافه ان انت هتاخد ال AGCU، تمام؟ هتاخد ال AGC ثابتين، بس ما تاخد، بدل ما تاخد التي هتاخد اليو. حلو قوي، يبقى احنا كده عرفنا التركيب الكيميائي. تعال ما اقول لك حاجه من سنه ثالثه بيني وبينك كده، هي مش عليك في المنهج بس اعرفها كده من سنه ثالثه. هو الدي ان ايه، تعال نرسم كده شويه نيوكليوتيدات ونركبه فوق، يعني نربطهم ببعض. ده كده السكر الخماسي اس شوجر، طلع له دراع من عند واحد ودراع من عند خمسه، فاكرين الرسمه دي اهو؟ الدراع دوت هيبقى ماسك في قاعده نيتروجينيه، بس احنا عايزين نرسمه الناحيه الثانيه، معلش خلي الناحيه دي كده. ادي السكر الخماسي شجر، وهنا قاعده نيتروجينيه، وهنا مجموعه فوسفات. ولنفترض القاعده النيتروجينيه ديت ادينين، بعد كده كمان نيوكليتيده اس قاعده نيتروجينيه، ولنفترض ان هي جوانين، وهنا مجموعه فوسفات، وهنا قاعده نيتروجينيه، قصدي السكر، وادي قاعده نيتروجينيه، ولنفترض ان هي مثلا ثايمين، يبقى ده دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ دي ان ايه عشان ثايمين، وهنا مجموعه فوسفات متصله بذره الكربون رقم 5. ان شاء الله ما حد حوش عشان يبقوا 4 نيوكليتيدات. ادي كمان نيوكليتيده اهيت شجر قاعده نيتروجينيه، ولنفترض المره دي بقى سيتوزين، وهنا فوسفات. اول حاجه ان شريط الدي ان ايه بيبقى مزدوج، يعني زي ما هتعمل الاربعه دول لازم تعمل 4 قصادهم، بس عشان يرتبطوا مع بعض، بص ما ينفعش يبقوا كده، يعني احنا لو رسمنا كمان النيوكليتيدات ديت هيبقوا باصين في قفا بعض كده، لا احنا عايزين يبقوا باصين كده وكده. تاني يا شباب، لو انا رسمت النيوكليتيدة دي قصادها نيوكليتيدة تانية، القاعدة النيتروجينية هتبقى بصة كده والقاعدة النيتروجينية التانية هتبقى بصة كده، صح؟ يعني بص معايا، لو انا رسمتها اهيت، هتبقى القاعدة النيتروجينية هنا سيتوزين مثلا، هيبقوا بصين في قفا بعض، احنا عايزينها ترجع تبص الناحية دي، بس لو رجعت بصت الناحية دي كده مش هتبقى مظبوطة. بص بقى الصح ايه، ان هي بتبقى عامله كده، السكر بيتقلب لتحت. طيب فين القاعده، فين الكربون رقم واحد؟ ادي الكربون رقم واحد اهيت، ودي الكربون رقم 5. فهمتك، تمام تمام تمام، يعني انت عملته كده وقلبته، صح؟ صح، قلبته مرتين اهو، كان عامل كده باصين في قفا بعض، تجي عدلهم كده وقلبتهم كده. حلو، طيب يلا نرسم بقى كمان ثلاثه، ادي اس وادي اس، المفروض الاس هي كمان تتقلب، افترض ان هي مقلوبه يعني، وادي مجموعه الفوسفات، وهنا برضو قاعده نيتروجينيه، وادي السكر اهوت. ما ترسم معايا الكلام دوت مش هتخسر حاجه والله. طيب اهوت، اهوت. اول حاجه احنا عايزين نربط النيوكليدات ديت في بعضها، ما احنا عايزين نعمل شريط وشريط. الدي ان ايه يا جماعه بيبقى حاجه اسمها لولب مزدوج،
يعني شريطين ماسكين في بعض، تمام؟ فاول حاجه ان احنا نربط الشريط الواحد ببعضه. بص كده انا هرسم خط، مجموعه الفوسفات دي مش هنا ماسكه في الكربون رقم 5، هتمسك في الكربون رقم 3 كمان، سي 3، تمام؟ مش هي ماسكه هنا في 5، هتمسك في هنا في 3 اهو. كده احنا عملنا شريط دي ان اي، بس مفيش حاجه اسمها شريط دي ان اي، الدي ان اي مزدوج غالبا، يعني 99% من الدي ان اي مزدوج، فلازم نرسم الشريط المقابل. خلاص يا عم الحاج، مش هنا ماسكه في 5 وهنا ديت، بص مش دي 1 اللي ماسكه في القاعده النيتروجينيه، يبقى دي 2 يبقى دي 3 اهو. مش هنا ماسكه في 5 يبقى برضه ماسكه في ايه؟ في 3. ماسكه في 5 هتمسك في 3، يبقى انا كده عملت شريطين. ناقص بقى ان نربط الاشرطه ببعض طبعا للقانون الذي يقول، ركز معايا، ان الادينين بيرتبط مع الثيمين والجوانين بيرتبط مع السيتوزين. يعني اي ايه هتحط قصادها تي، واي جي هتحط قصادها سي، بس بشرط كمان ان الادينين بيرتبط مع الثيمين بربطتين هيدروجينيتين. الرابط اللي انا عملتها دي تساهميه، انما الرابط اللي هتبقى في النص هنا هيدروجينيه، ودي ثلاث روابط هيدروجينيه بس. بس فهمت؟ اي تي جي سي 2 3. بص اللي انا هعمله بقى، مش احنا حاطين هنا ايه؟ ادينين، يبقى هنا ثيمين وهنا ربطتين. مش هنا جوانين، يبقى هنا سيتوزين، ثلاث روابط. مش هنا ثيمين، يبقى هنا ادينين، ادي ربطتين. مش هنا سيتوزين، يبقى هنا جوانين، ثلاث روابط. بص بقى الدي ان دوت بيعمل شفره، تعال كده اما ارسم لك شفره، اكتب شفره وانت المفروض تقول لي اللي قصادها. يلا، لو هو مديني شريط دي ان ايه، اي جي سي 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 اي تي اي جي اي وهنا جي، يعني هو اللي انت عملته. والله انا الفتهم، انا اي حاجه في دماغي كده جت وخلاص. دوت شريط دي ان ايه. تقدر تقول لي الشريط المكمل عباره عن ايه؟ تمام، يلا هنكتب دلوقتي اهوت، سي تي سي جي. بكتبش ليه؟ فقره السحر. تعلق شويه. جي جي تي اي تي سي تي. يلا نرسم الروابط. الجي والسي كام رابطه؟ 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2. اديك انا مساله وتحلها في الكومنتات. يلا، دولت شروطين دي ان ايه، هنا جي وهنا سي وهنا اي وهنا تي. تي جي تي وهنا نرسم بقى الناحيه الثانيه، هرسم هنا فراغ، بس هكتب هنا مثلا اي، في هنا فراغ وهنا فراغ وهنا فراغ وهنا فراغ، فراغ كنتاكي، وفي هنا فراغ وهكتب قصاده تي، وفي هنا فراغ وفي هنا فراغ. املى الفراغات، تمام؟ يعني هنسمي دوت الشريط الف، انت هتقول لي الشريط الف ايه اللي مكتوب فيه، والشريط ب ايه اللي مكتوب فيه، وتقول لي عدد الروابط الهيدروجينيه في الشريطين كلهم. يعني انت هتحط الروابط هنا 2 و3 وكده، وتقول لي عدد الروابط في الاخر كذا. يعني مثلا تعال نعد الروابط هنا، ادي 3 و3 و3 3 وكمان 3 وكمان 3، 1 2 3 4 5 6، 6 في 3 ب 18. بعد كده 20 22 24 26 28. يبقى انا كده عديتهم لقيتهم 28 هنا. انت هتعمل كده هنا برضه، تمام؟ حل كده واكتب في الكومنتات. جميل جدا. احنا كده عملنا ايه؟ احنا كده خلصنا التعريف. النيوكليوتيدات او الاحماض النوويه هي جزيئات بيولوجيه كبيره الحجم بوليمرات تتكون من وحدات اصغر منها مونوميرات تسمى النيوكليوتيدات. بعد كده خدنا تركيب النيوكليوتيدات، السكر الخماسي اللي هو ممكن يبقى ريبوز لو ار ان اي، او ديوكسي ريبوز لو دي ان اي، وماسك في الكربون رقم 1 ماسكه في قاعده نيتروجينيه، والكربون رقم ده 1 ماسك في قاعده نيتروجينيه، والكربون رقم 5 ماسكه في مجموعه فوسفات. مجموعه الفوسفات ما عليهاش كلام، مشتركه بين الدي ان اي والار ان اي، ثابته ومحترمه. انما القاعده النيتروجينيه ممكن تبقى ادينين جوانين سيتوزين، دول في الدي ان اي والار ان اي. ثيمين كده دي ان اي، لو احنا شلنا الثيمين وحطينا يوراسيل بقى اي جي سي يو، يبقى كده ار ان اي، تمام؟ بس يا عم، وعرفنا ازاي بيرتبطوا ببعض. الكلام الشويه الاخرانيين دول من سنه ثالثه، بس خليك انت واد شاطر وحرك كده واحفظ الكلام ده من دلوقتي. طيب بص يا عم الحجوج، الخطوه اللي بعد كده ان احنا نتكلم عن التصنيف رقم 3. التصنيف، ركز عشان اللي جاي مهم قوي، دي مقارنه مهمه جدا في سنه ثالثه، انت هتعرف عنها بتاعه 70% من المعلومات، ونكمل ال 30 في سنه ثالثه ان شاء الله.
احنا هنحط هنا الدي ان ايه وهنا الار ان ايه. مقارنه اسهل ما يكون، وعلى فكره اول ما نخلص المقارنه هيعتبر خلصنا الحصه. يقول لك الدي ان دوت هو الحمض النووي الديوكسي ريبوزي. الفقره اللي جايه ديت برعايه الفنان حماده هلال، والله بجد كلها كلام كله شبه بعضه. يعني انت عمال تقول له ما انا عارف، فاهم الوقت ما انا عارف، هو نفس الكلام اصلا. تخيل بقى هنا بقول لك ايه دوت اسمه الحمض النووي ايوه الريبوزي. بعد كده يقارن من حيث السكر دوت ديوكسي ريبوز وهنا ريبوز. انت حمار يا عم حاجه. طب ما الار ان ايه يعني ريبوزي يعني ريبوز، دي ان يعني دوكسي ريبوز يعني دوكسي ريبوز. يقول لك استنى واحنا لسه خلصنا، ده هنا سي 5 اتش 10 و4، اما هنا سي 5 اتش 10 و5. طب ما انا عارف، طب ما انا عارف يا اخوي معلش. بعد كده يقول لك ايه هنا مجموعه فوسفات وهنا مجموعه فوسفات، ده واجه تشابه مش واجه اختلاف فمش هنكتبه. هنا اي جي سي تي، اما هنا اي جي سي يو. ماشي الدي ان ايه انا لسه قايل لك ان هو عباره عن شريطين بس مش مستقيمين، تلاقيهم ملولوين كده شبه اللولو اللولب المزدوج او يسموه السلم الحلزوني. عارفين الحلزونه؟ امال الحلزونه ايه السلم الحلزوني ده؟ في الافلام كده بيبقى في الفيلا، الفلل عقبالكم ان شاء الله في الجنه في فيلا احسن من في الافلام دي ما علينا. المهم يعني الفيلا ديت بيبقى ليها سلم طالع بدوران كده، هو ده السلم الحلزوني. ماشي طبعا الشريطين بقى اللي هي الجوانب بتاعه السلم ديت هي اللي بتبقى لفه اللي هم الشريطين. طيب انما الار ان ايه بيبقى شريط مفرد. ده المقارنه ما بينهم. طيب ناقص ايه بقى؟ الاهميه. ايه هي الاهميه بتاعه الدي ان ايه والار ان ايه؟ الكلام ده مهم جدا جدا جدا. خلي بالك هو جزء من المقارنه، يعني المفروض هنحط هنعرف شرطه كده ونقول ايه اهميه الدي ان ايه والار ان ايه، بس احنا هنحكيها في حكايه. بص يا عم الحاج، انت عمرك ما سالت نفسك هو انا صفاتي الوراثيه، هو انا ليه مثلا ليه ابيضاني لو حد مثلا لونه قمحي، ليه قمحاوي، ليه واحد اسمراني، ليه واحد طويل، ليه واحد قصير، ليه واحد شعره ناعم، ليه واحد شعره مجعد؟ هتقول لي الاجابه منطقيه، عشان الدي ان ايه بتاعه هو اللي فيه حاجه اسمها الجينات، والجينات ديت هو واخدها من ابوه وامه، فهو ابوه ابيض وامه بيضاء فلازم يطلع ابيض، او مش لازم يعني بنسبه كبيره لازم يطلع ابيض، تمام؟ برضو مش لازم، بنسبه كبيره هيطلع ابيض. لو هو لاب وام افريقيين فغالبا هيطلع اسمر، لو هو مصري غالبا هيبقى شبهنا كده قمحاوي، لو هو عيلته كلها شعرها ناعم هيبقى شعره ناعم، لو مجعد هيبقى شعره مجعد. وخلي بالكوا ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، فربنا سبحانه وتعالى ما بيبصش لشكلك، بيبص لقلبك. فما تقعدش تدور بقى انا شكلي حلو انا شكلي وحش انا مش عارف ايه ده وسيم ده مقطقطه ده كيوت كيت، اهتم بقلبك اكتر، تمام؟ دوت محل نظر ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي هيدخلك الجنه. وانت لما تدخل الجنه هتبقى كالبدر، هتبقى اجمل من اجمل حد في الدنيا كلها، تمام؟ فنهتم ان احنا ندخل بالجنه. وانت لما تدخل الجنه تسمع عن وصف الحور العين، الحور العين اللي هم يعني اجمل حاجه بقى في الجنه، انت هتبقي سيده الحور العين، انت هتبقي اجمل منهم بكتير جدا، فانت متخيله الموضوع؟ فما تهتموش بالموضوع ده قوي. المهم ان الصفات الوراثيه جايه من الدي ان ايه اللي هو موجود فين؟ موجود في النواه، عشان بيحتوي على جينات، الدي ان دوت فيه جينات. بس في حاجه، هي الصفات مش موجوده في النواه بتاعتي، الصفات باينه على جسمي. طب ازاي الدي ان ايه اللي هو قاعد في النواه بيبقى عباره عن صفه وراثيه ظاهره؟ استنى. ظاهره على الجسم من الخارج، ازاي؟ قال لك والله في شويه تتابعات كده. اول حاجه ان احنا بنعمل عمليه اسمها نسخ، بناخد نسخه من الدي ان ايه. الدي ان ايه ما ينفعش يخرج بره النواه، يخرج جوه بره النواه لا ممنوع، هيفضل جوه النواه عادي، بس هناخد منه نسخه. النسخه ديت اسمها ار ان ايه. مش الدي ان ايه عباره عن شريطين؟ هنروح على شريط ننسخه يبقى ار ان ايه ويفضل زي ما هو عادي. اوعى تقطع الورقه، يعني احنا مش هناخد جزء شريط من الدي ان ايه، لا الشريطين زي ما هم هنطبعهم، هناخد كوبي نسخه، يبقى عمليه نسخ.
هتروح لحاجه اسمها الار ان اي. الار ان اي دوت يا جماعه هيروح لعضي هناخده ان شاء الله في تركيب الخليه اسمه الريبوسوم. الريبوسوم، الريبوسوم دوت انا بسميه المترجم او الترانسليتور. ليه بقى؟ لان الراجل دوت بيحول الار ان اي الى بروتين. هو مش انتوا عارفين ان المترجم بيحول الرساله من لغه الى لغه اخرى؟ طب ما هو دوت بيحوله من ار ان اي الى بروتين، كده حوله من لغه الى لغه. يبقى ما هو الريبوسوم؟ هو عضي من عضيات الخليه، حاجه كده موجوده في السيتوبلازم. بتعمل ايه؟ بتحول الار ان اي الى بروتين. طب البروتين دوت بيعمل ايه بقى؟ ركز. البروتين مسؤول عن اظهار صفه وراثيه ظاهره على الجسم. يعني مثلا انتوا عارفين، بص بقى تعال نحكي حكايه حلوه قوي، لون البشره. لون البشره دوت بيبقى المسؤول عنه حاجه اسمها الميلانين. الميلانين، طيب هو الميلانين ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين. في بروتين اسمه الميلانين، البروتين اهو اسمه ميلانين، هو اللي بيعمل لون البشره. كل ما الانسان كان عنده ميلانين اكتر كل ما كان بشرته اغمق، لانه بيحمي من اشعه الشمس. فالناس اللي هم عايشين في افريقيا عشان الجو حر عندهم، او اي حد عايش في اي جزء حر من العالم، من رحمه ربنا بيهم ان بيكون لهم ميلانين اكتر يخليهم لونهم اسمر ويحميهم ضد اشعه الشمس. انما الناس الاوروبيين لما يجوا عندنا ما يستحملوش الشمس ويتلسعوا بسرعه ويجي لهم امراض. ليه؟ لان ما عندهمش ميلانين، الميلانين عندهم قليل. تمام، دي صفات وراثيه. طب هو البروتين ده جه منين؟ ده جه من الريبوسوم. هو ايه الريبوسوم ده؟ يا عم انت نسيت ولا ايه؟ عضي من عضيات الخليه. ريبوسوم؟ اللي هو المترجم يا ولد. هو كان بيترجم ايه؟ بيترجم الار ان ايه. ار ان ايه هو جاي منين ده؟ ياه ده انت نسيت بقى، مش احنا خدنا نسخه من الدي ان ايه عملنا له نسخ وبعد كده عملنا له ترجمه؟ خدنا نسخه ترجمناها فتحول لبروتين، فالبروتين اظهر الصفه الوراثيه المعينه. يبقى اذا اهو التتابع دوت اكتبه ورايا وارسم الرسومات اللي انا قلتها. الدي ان ايه بيحصل له نسخ فيبقى ار ان ايه، فالار ان ايه بيروح لعضي يسمى الريبوسوم، اعمله ترجمه، فالترجمه دي تحول الار ان ايه الى بروتين اهوت. كل بروتين يلعب في الطين اهوت، يبقى بروتين. البروتين دوت بقى مسؤول عن اظهار صفه وراثيه معينه. كان معكم احمد الجهري من امام الشاشه في الاستوديو، اتمنى ان تكونوا بخير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. كده خلصنا الاحماض النوويه. هتقول لي ناقص الكشف. الحقيقه ان مفيش كشف في الاحماض النوويه، يعني احنا الكشوفات خلصناها، اللي هو البندكت الازرق واليود البرتقالي وسودان 4 او سودان 4 والبيوريت الازرق اللي بيتحول للون بنفسجي مع البروتينات. انما الدي ان اي والار ان اي بنكشف عليهم بطرق معمليه معقده تعرفوها ان شاء الله لما تدخلوا الكليه. ربنا يوفقكم يا رب، اسمع عنكم كل خير. زي ما قلت لكم ما تنسوش ان انتوا بتدعوا لي، تدعوا لوالدتي بالرحمه والجدي. الحاجات ديت كلها صدقه جاريه عنهم، ساعدوني ان الفيديوهات توصل لعدد اكبر. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس. احبكم في الله. ما تنسوش دايما 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 صلوا على رسول الله. ولخصوا الفيديو وابعتوا التلخيص، نزلوا التلخيص على جروب الفيسبوك، هتلاقوا كل الحاجات ديت موجوده تحت في وصف الفيديو. اشوفكم على خير، السلام عليكم. نحمل قلما نزرع فكرا، نغرس حلما نترك أثرا، ننشر علما نبغي أجرا، نبني جيلا يصنع فجرا. نحمل قلما نزرع فكرا، نغرس حلما نترك أثرا، ننشر علما نبغي أجرا، نبني جيلا يصنع فجرا.